في كل تحدي إنساني تظهر البطولات، وفي كل اختبار للإنسانية الحقيقة أنه الإنسانية بتنجح وبتغلب وبتكتسح أي معايير بنعتقد أننا فقدناها أو أي قيم بنظن في نفسنا أننا انشغلنا بكتير عنها. في قصة الطفل ريان، الطفل المغربي من مدينة شفشاون اللي العالم كله بقى ما بتفوتش ساعة إلا ما بنسأل أنقذوا ريان ولا لا. الحالة العظيمة من الاهتمام هي اهتمام بالتأكيد بطفل بريء سقط في بير من يوم الثلاثاء اللي فات، والقصة إنسانية بكل المقاييس وقاسية جدا بكل المقاييس، لكن وكأنها أتت عشان تقول أنه العالم ممكن يتوحد على أهداف أخرى. وإذا كان في أوقات بنحترم فيها العلم وبنحترم فيها الهندسة والحسابات والتفكير المنطقي للأمور، فهي في المواقف اللي زي دي. وإنقاذ الطفل ريان هو واحد من الاختبارات لكل ده. إزاي العلم هينتصر، الإنسانية هتنتصر، إزاي الحسابات الهندسية اللي تضمن سلامة الطفل في أثناء الحفر وأثناء خروجه. اللي تابع القصة من بدايتها عارف أنه كان في استحالة شديدة أنه ريان يخرج من نفس البير اللي نزل فيه لأنه صغير جدا وما فيش أي شخص بالغ وكبير يقدر يدخل فيه، وبالتالي بدأت الجهود في رسم خطة بديلة فإنه يتم الحفر من جانب آخر. كان في تحدي تاني وهو التربة وطبيعة التربة في المنطقة دي وسقوط الأمطار وعوامل كتير بتقول إنه لو بدأ الحفر ممكن يحصل لا قدر الله انهيار، وبالتالي ظهرت حسابات هندسية جديدة. أنا على قد ما بقدر بحاول ألخص لحضراتكم اللي حاصل من يوم الثلاثاء اللي فات، لكن النهارده الوضع اتغير، لانه النهارده فرق الانقاذ بتقول اننا بنترقب خروج ريان خلال دقائق او ساعات قليله قادمه، وهو الحمد لله حتى الان بحسب كل ما اعلن لينا انه بخير. اللقطات اللي احنا شايفينها دي لقطات بتبث على الهواء مباشره، لكن هي منذ قليل طبعا، لكن هي كل العالم بيتابع لقطات خروج ريان. احنا سعداء جدا انه الاستاذ السعيد قدري الصحفي اللي هيشاركنا اللي موجود كمان حاليا في موقع المحاولات إنقاذ ريان، واللي ممكن يشاركنا بمستجدات ما وصلت إليه الأمور، إلى أين يقف الهندسة والمجهودات. وعندنا أسئلة كتير بصراحة. الأستاذ سعيد مساء الخير على حضرتك. مساء الخير أستاذة سيدتي، أهلا وسهلا بك ومرحبا. أستاذ سعيد، يعني نبدأ من حيث انتهى العالم كله في متابعة قصة الطفل ريان. إيه المرحلة اللي احنا وصلنا ليها دلوقتي؟ يعني منذ ساعات قالوا لنا أنه في خلال ساعات. إيه سبب التأخر أو إيه سبب ما سمعناه عن توقف الحفر مؤقتا لحين تعديل الخطة مثلا؟ بداية أشير إلى أن العملية والمحاولة الأخيرة سيدتي قد بدأت منذ نحو نصف ساعة، وهي عملية الحفر اليدوي. الأكيد أن عملية الحفر اليدوي تتم بوجود أخصائيين عناصر الحماية والإنقاذ، التجأوا إلى هذه الوسيلة بعدما وضعوا أنابيب خاصة تمر مباشرة من الحفرة الموازية التي توجد على عمق 32 مترا من البئر التي سقط فيها الطفل ريان ذو الخمس سنوات يوم الثلاثاء الماضي، وبعد أزيد من 70 ساعة. الأكيد أن هذه الحفرة وضعت طبعا كخطة من طرف رجال الحماية المدنية لأجل إنقاذ الطفل ريان، غير أن هناك مشكل كبير وهو مشكل انهيارات التربة التي توقف منذ الساعات الصباح الأولى من يوم أمس حتى اليوم عمليات الإنقاذ واستمراريتها. الأكيد كذلك سيدتي أن العملية الآن تقام في مراحلها الأخيرة، حوالي 5 إلى 6 مترات تفصل طاقم الإنقاذ عن ريان. الأكيد أن هذا الطاقم سيبذل جهد كبير لأنه سيعمل بطريقة يدوية عوض الآليات خوفا من انهيارات كبيرة، وسيشتغل الطاقمين أو 3 أطقم
بطريقة يدوية بمطرقة ومسمار، وكذلك بعملية حفر التراب وسط البوبين يمد بطريقة عمودية في اتجاه المكان الذي يوجد فيه الطفل ريان. أستاذ سعيد، كما نشاهد مع حضرتك في حالة من الترقب، وكما ذكرت يبدو أن بدأت عملية الحفر اليدوي، توقف الحفر بالمعدات منعا أو لحدوث أي انهيارات، وتم ضخ المضخات الأسمنتية اللي ضمنت عدم انهيار التربة، والآن نحن في مرحلة الحفر اليدوي. أعرف أننا في المساء وأنه الجو أيضا ممطر، متى تتوقع تقريبا بحسب تقارير القائمين على الحفر أنه هذه الأربع أو خمس مترات يتم الانتهاء منها ويتم التقاط الطفل ريان؟ فقط أشير إن أنه لم تكن هناك تساقطات مطرية، كانت تساقطات خفيفة جدا. طبعا كان هناك ترقب كبير إذا قدر الله وحدثت تساقطات كبيرة، أظن ستتعقد الأمور وستصعب التساقطات المطرية من مهمة ومهام فريق الإنقاذ. لحدود الساعة وحسب طبعا مصادر هنا من السلطات المحلية هنا بالمنطقة وبالمتجر الذي سقط فيها الطفل ريان، فالعملية التي انطلقت قبل لحظات هي عملية ينتظر أن تستمر حوالي ما بين 3 إلى 4 ساعات، هذا إن لم تكن هناك انهيارات. دائما الحاجز الكبير والمعيق الوحيد هو وجود انهيارات في التربة. التربة في الوسط هي تربة صلبة، لكن فوق هي تربة كلسية خفيفة، بمجرد حدوث زعزعة قليلة تسقط التربة وتوقف من جديد عملية الحفر، وتتدخل الآليات لإخراج ولتحييد التربة. طيب أستاذ السعيد، إذا في السيناريوهات حسب بعض المصادر التي أكدت أن رجال الحماية قد حفروا حوالي متر إلى متر وعشرين سنتيمتر. إذا أستاذ السعيد، في السيناريو الجيد أو الأفضل بالنسبة للطفل ريان إن شاء الله هو عدم حدوث انهيارات، أنه في خلال 3 أو 4 ساعات. السؤال الأخير عن اللقطات المهمة جدا للطفل ريان داخل البئر، وإلى أي مدى يتم تحديث هذه اللقطات؟ إلى أي مدى الكاميرا اللي أرسلت للإطمئنان على ريان ما زالت تبث أخبار جديدة عنه وعن حالته، مؤشراته الحيوية حتى الآن؟ أولا لم يسمح للإعلام ولوسائل الإعلام الحاضرة هنا الوطنية المغربية والدولية بالوصول إلى مكان والبيت الصغير الذي توجد فيها الكاميرا، فقط نشاهد بين الفينة والأخرى عملية إنزال قارورات الأكسجين. هذه القارورات طبعا يتم إنزالها من قبل عناصر الحماية المدنية المغربية. الأكيد أن هذه العملية تؤكد من جديد أن الطفل ريان ما زال على قيد الحياة، ما زال يتنفس. أكد والده في صبيحة اليوم أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية أنه شاهد وتابع بعض الحركات البسيطة التي قام بها ابنه داخل عمق 30 مترا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ السعيد قدري، الصحفي المغربي الذي تابع معنا من موقع انتشال الطفل ريان والذي يتابعه العالم كله. مرة تانية إن شاء الله عند خروج ريان هيجد الكثير من المحبين، هيجد الإسعاف المدرب اللي موجود هناك. كل قلوبنا مع المملكة المغربية، لأنه ده تحدي إنساني في المقام الأول وتحدي قدرات في المقام التالي. نعتقد انه ونتمنى ان شاء الله انه انا بالنسبه لي اللقطه اللي كانت اهم هي متابعه المؤشرات الحيويه للطفل ريان، واذا كانت او اذا كتب ان شاء الله لهذا الطفل حياه، فاكيد الطفل ده
يعني رسالة كبيرة. ليه اللي هيعمله بقى في حياته؟ أنا بشوف أنه شخص بهذا الظرف الاستثنائي رسالة كبيرة، أنه أولاً من المسؤول عن سقوطه في هذا البئر، من المسؤول عن ترك هذا البئر مفتوح؟ دي كلها أسئلة مش وقتها دلوقتي، لكن توقظ الضمير الإنساني أنه إهمال صغير جداً ممكن يؤدي إلى بصك حجم المجهود عشان بس ننقذ حياة إنسان. ربنا يكمل على خير. وتاني هنكرر أنه حادثة ريان أو اهتمام العالم بريان بيطمننا على الجزء الإنساني منا، وأننا لم نعتاد حوادث المأساوية، ولم نعتاد الموت، ولم نعتاد أنه تسير الأمور بشكل سلبي. إن شاء الله نطمن على ريان، وإن شاء الله بقى يا رب كده خلال نص ساعة اللي جايين، خلال وقت حلقتنا، لو سمعنا خبر جيد عن حالة ريان نطمن حضراتكم.